حياكم في برنامج سيارات نادرة Limited Edition. هذا البرنامج بنغوص في عالم السيارات، لكن مو بأي سيارات. اسمي سعيد العلي، أحب المغامرات والسفر حول العالم واكتشف أشياء جديدة حولي كل يوم، لكن شغفي الأكبر اللي ما يوقف هو عالم السيارات الساحر، وتحديداً السيارات الكلاسيكية، هاي التحف الفنية النادرة. ولهذا السبب راح أقابل ناس من أهم جامعي السيارات الكلاسيكية والنادرة، وأشخاص لهم بصمة مميزة وكبيرة في عالم السيارات، فخلوكم وياي عشان نتعرف عليهم ونشاركهم هذا الشغف. يا اهلا وسهلا، السلام عليك دكتور، كيف حالك؟ مرحبا بك، كيف اخبارك؟ نشكرك على استضافتنا في هذا المكان الطيب. الله يسلم. ضيف حلقتنا اليوم هو جامع سيارات، جمع السيارات اليابانية والسيارات الأوروبية وحتى الأمريكية. معانا اليوم الدكتور أحمد الزرعوني، يا أهلا وسهلا فيك دكتور. يا مرحبا وسهلا، حياك الله. كلمني شوية عن نفسك وكيف دخلت في مجال عالم السيارات ووين كانت انطلاقتك في التجميع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما بديت حال أي طفل، يعني الأطفال الذكور بالذات يحبون يجمعون السيارات صغيرة يلعبون فيها. طبعا أيامنا ما كانت في أشياء كثيرة من هذه متاحة، إلا كنا نحصلها كنا نستانس عليها، يعني تعرف نجمعه هذا. صحيح. فبعدين لما وصلت تقريبا حول 14 سنة بديت أقرأ بعض المجلات، فما أذكر بالضبط ولكن طاحت إيدي على مجلة كارن درايفر. نعم. هي من المجلات القديمة في سنة تقريبا 85 كذي، فعجبتني المجلة، وطبعا الحمد لله كانت إنجليزيتي جيدة فكنت أقدر أقرأ وأشوف السيارات وأقرأ عنها. كانت تنكتب بالإنجليزي؟ إيه، مجلة إنجليزية كارن درايفر. فالحمد لله رب العالمين، يعني هاك الوقت تولدت عندي الرغبة في المعرفة عن هالسيارات هذه. كنت أروح مع الشباب تاكسي أي شيء، أحاول أصرف نفسي، أو كنت أرتب مع مكتبة في الشارجة بعد أن يجيبوا لي هالمجلة هذه من دبي. طبعا كانت غالية هذه الأيام، نتكلم عن 23-27 درهم في الثمانينات، في الثمانينات، يعني مبلغ نعم حق واحد بعد طالب، يعني طالب مصروفه طالب. شيء بسيط، ولكن كنت أسير. ومرات شو أسوي بعد؟ أروح المكتبة مو عشان أشتري المجلة، لا، أقراها وأرجع. زين. فطبعا شيء مو بصحيح، ولكن كان هذا الأوبشن الوحيد اللي عندي. الأوبشن موجود. نعم. سويت لي دفتر وكنت أقص الصور من المجلات وألصق في الدفتر وأكتب. نعم. أنا بنفسي أترجم المعلومات والبيانات عن السيارات هذه. جميل. شو أول سيارة افتتنت فيها؟ والله تبى الصدق سؤال صعب كسيارة، لكن أذكر في سنة، يعني كسيارة وايد حبيتها، أول معرض دبي. نعم. للسيارات كان، ما أذكر السنة، 87-86 ما أتذكر. طلعنا أنا واحد من الشباب، اشتريت كاميرا خاصة، اشتريت كاميرا يعني أيام كوداك تشتريها بس عشان أصور في المعرض. فصورت سيارات كثيرة، كانت أيام يعني شدني من السيارات هذه كانت في لامبورغيني كونتش كحلية ومن داخل جلد أبيض، كانت مميزة جدا صراحة، يعني عجيبة. بعد ما تأخذ الفيلم طبعا ترجع محلات. نعم. التحميض يقول لك اختار صورة من الصور نكبر لك إياها. نكبر لك. نعم. فاخترت صورة اللامبورغيني هذه وقلت لهم كبروا لي إياها، وحتى أذكر كتبت وراها حتى التاريخ وكل شيء. وهل قدرت أنك تقتني سيارة نفسها أو شيء مشابه لها؟ أنا بالنسبة لي اقتنيت الأفضل منها بالنسبة لي. اللي هي الديابلو. أنت حبيت الديابلو أكثر من الكونتش؟ طبعا، لأن الكونتش جميلة في الشكل لكن ليست طورية من ناحية الأداء ومن ناحية هذا، يعني شكلها حلو فتحاتها كثيرة وهذا، لكن لما تسوقها عملية صعبة. الديابلو فرق كبير. Thank you.
خليني أتكلم عن أول سيارة اقتنيتها، أو أول سيارة مثل ما فهمت منك أنا أنها وصلتك من الوالد. كلمني عن السيارة. هذه طال عمرك أذكر في سنة 89 الوالد قمت أزن عليه أبغي سيارة أبغي سيارة، فدور عند ربعه وهذا حصل سوبارو موديل يسمونه XT، هذا جي 4 بيبان ستيشن واغن غير عادي طبعا تكون فور ويل، ما بسيارة يعني فخمة أو شيء، ولكنها كانت سيارة الواحد ما عنده ليسن، وهذه الأيام أنت ما عندك ليسن وعندك سيارة يعني أنت شيء كبير يعني، فكانت متعة صراحة. ودخلت التطوع وكانت هي السيارة اللي أسير فيها وأرجع، لأن كنت في معسكر الفلاح قريب البيت. نعم. فلما أخذت الليسن طبعا أول سيارة أخذتها كان نفس اليوم اللي أخذت فيه الليسن، كنت شاري السيارة وبسجلها، فأخذت سوزاكي أذكر موديلها كان 83 وأخذتها ب 4000 درهم من واحد من الشباب، طبعا لا مكيف لا شيء، بس يعني تتكلم أنت عن السواقة على البساطة، ما فيها أي تجهيزات، حتى الراديو أو المسجل روحي ركبتها هذه الأيام، والسماعات روحي ركبتها لأن السيارة هي ما فيها شيء. ف يعني الفترة هذيك ما كنت أهتم في موضوع السيارات لأن الميزانية ما كانت عندي ميزانية، أتكلم عن 3000-4000 درهم تدور لك شيء سكراب تجدده، والقراجات كانت رخيصة والأشياء متوفرة وأعرفهم كلهم من كثر ما أروح وأصلح السيارة، تعرف السيارة القديمة دائما تلف وتدور في الصناعية. فتكونت عندي مثل ما تقول الرغبة هذه إن والحب للسيارات، لكن السلبية كانت أمل بسرعة. فأذكر لما دخلت الجامعة صرت مع أبوي الله يرحمه الوكالة وخذ لي التيما رقم واحد سنة 92 طبعا آخر سوري 91، فكانت تيم خططة مليان وجي تي اس ار وحركات جميلة السيارة صحيح، ما قدرت أتحمل أكثر من 6 شهور تبغي تغير أبغى أغير خلاص، وسبحان الله تم الطبع هذا في كل 6 شهور الوالد الله يرحمه يعني وإزاه الله خير كان متحملني وايد، كنت أبدل سيارة ورا سيارة. فكنت عادي عندي في فترة من فترات 9 سيارات في البيت، بس ما كانت كوليكتر كارز، كانت سيارات عادية. البداية الفعلية كانت أقدر أقول لك تقريبا في 2014 اللي فعلا انطلاقت أو انطلاقتي أنا في عالم الكوليكشن كتجميع سيارات، وعقب دخلت السوق اليابانية المزادات في اليابان، هني عاد الحمد لله طبعا جبت السيارات بديت أهتم أن تكون السيارات اللي عندي كلها سيارات فيها ندرة، ما تكون سيارة عادية حالة حال غيرها. جميل جميل. نعم. ما شاء الله غيرت وايد من السيارات، بس أنا متأكد في عندك واحدة من السيارات هذه كان لها ذكرى معينة أو لها قصة معينة، شو ممكن تذكر لي؟ شو من السيارات اللي لها مكانة خاصة عند الدكتور أحمد؟ والله يشوف كل السيارات لها مكانة خاصة، يعني كل سيارة مربوطة بذكرى معينة أو لها شيء مميز يميزها. فمثل عندك الفراريات اللي شفتها الصفراء والحمراء. هذيلا كانوا حلم أي واحد عاش في الثمانينات، هاي السيارات بالنسبة لي كانت حلم. بعدين لا قمت يعني مواقف تستوي في بعض السيارات أو أمور، مثل الجي تي آر، أول ما بديت الجي تي آر شو الفضية اللي موجودة الواحد والسبعين، الكل كان يقول لي هاي نادرة مش موجودة هني يعني في الشرق الأوسط ما حد عنده صح، فهني الحمد لله المادية كانت جيدة وحصلت واحدة نزلت في المزاد في اليابان، قلت لازم أحصلها عشان أكلم واحد من الشركات أو شركة من الشركات اللي هي تيب السيارات هذه، قلت لك كم ما توصل أنا مستعد أدفع زايد عليه، فتحت للباب وسبحان الله اليوم الثاني اتصال بي قال لي وصلت بالمبلغ الفلاني، وقلت له خلاص توكل على الله، ومن يومها عاد دخل عندي عشق شيء اسمه جي تي آر.
خذيت أجيب السلالة كاملة، لكن للأسف 73 أصعب وحدة وأغلى وحدة فيهم، فهذه اللي كانت ناقصة عندي في السلالة هذه. طبعا الثنتين هذيلا تكمل اللي شفتهم في البيت. نعم. هذه 71، هذه 90، الجي تي ار 32 يسمونها. جميل. طبعا هذه مش ال 32 العادية، 32 نزلت منها أكثر من كاتيجوري. نعم. هذا يسمونه النسبة. سنة 90 نيسان قررت تدخل السباقات في اليابان، فعشان تدخل السباقات لازم تصنع 500 سيارة أو أكثر من نفس الموديل اللي بيدخل السباق للسباق. نعم، فصنعوا الهوموليجيشن موديل اللي كان 560 حبة من 32، نزلت كلها باللون الرمادي هذا. جميل. طبعا السيارات هذه اكتسحت سباقات اليابانية في سنة 90 و91، وعقب قالوا لا طلعوها برا من السباقات حتى في استراليا وغيره، قالوا لأن خلاص ما كان في أي منافس لها في السوق هذاك الوقت في السباقات. والجي تي آر هذه طبعا اللي هي مسك الختام في. نعم. الجي تي آرات الأسطورية اليابانية اللي هي نيسان سكاي لاين جي تي آر. نعم. موديل 2002 في سبيك 2 نور. هذه طبعا كانت على اساس تخليد لذكرى مشاركه او تجربتها حلبه نوربرينغ في المانيا. فسووا 1000 سياره ما بين في سبيك 2 نور وام سبيك نور. الاندر طبعا الام سبيك هذه تشتي كراسي جلد، لكن هذه رياضيه اكثر، يعني مواصفات هذه رياضيه اكثر من الام سبيك 2 رو. الام سبيك رو اكثر. نعم، رو اكثر. الناس اللي تحب الاكشن تحب هالموديل اكثر من هذاك الموديل. السيارات هذه طبعا نادره، اعدادها قليله، هذه سووا منها 700 وشوي تقريبا، هذه سووا 283 تقريبا. هي موديل القمه خلاص، يعني هذه كانت مسك الختام، وبعدها وقفت اسطوره الجي تي ار لاكثر من 7 سنوات لين 2009 يوم نزلوا 35، ولكن 35 ما يعد، يعني كثيرين يقول لك مو بالجي تي ار القديم، ما في نفس الروح، ما في روح القديم. اللي هي الماكينة اللاين 6 سلندر مش موجودة، الجير العادي مش موجود. جميل. فما يعد، وهذاك سوى موديل خاص خلاص سموه جي تي ار، هذيلا سكاي لاين جي تي ار. جي تي ار. نعم. الحين هل في سيارة معينة في بالك أنت قاعد تدور وراها رحلة البحث عن السيارات؟ نعم، ما بقول بحث على سيارة معينة لأن لست عندي طويلة تبصدك، لكن أي سيارة أشوفها أحصلها سواء كان مثل ما أنت قلت مرات تطلع لك صدفة أنت ما تتوقعها. صح. يعني من الزقاتو مثلا هذه كانت صدفة أنا ما كنت متوقع أنها، أن حصلتها في خانة مش معرفة في المزاد، فأغلب الناس أظني ما انتبهوا لها. إيه. وهي من النوادر. هاي الزكاتو نحن ما تكلمنا عنها في المقابلة. نعم. خبرني شو السر وراء السيارة هذه اللي يخليها بالندرة هذه؟ نيسان بغت تطور جيل من السيارات للسوق اليابانية وقت الرخاء كان في اليابان هذيك الأيام في نهاية الثمانينات أوائل التسعينات. فالسيارة هذه كانت مشروع مشترك ما بين نيسان ويوتك اللي هي نسمو الحينة وزكاتو. فالشاصي والمكينة تتصنع في اليابان تبعث لإيطاليا، هناك يسوون البدي ويكملون السيارة ويخلصونها على أساس أنها زكاتو وسموها غافيا. طبعا اللي قبلها كانت شيء يسمونه ستيلفيو. سبب ندرتها طبعا هذه السيارات تصنع باليد، البدي زقاته تصنعه باليد مو بأجهزة، فهذا الفرق بين السيارة، السيارة هذه والباقي، فيطالعون حسب الحركة في السوق. ضعف الإقبال عليها لغلاء سعرها
خلاها نادرة جدا. ففي بعض المراجع تقول لك 16 سيارة، في بعض المراجع تقول لك 30 سيارة، ولكن الحقيقة الوحيدة اللي أعرفها في الموضوع أن السيارة اللي عندي أنا رقم 8 بس من هذه السيارات هذه. نشكر الدكتور أحمد على مقابلته وعلى وقته ويانا اليوم، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة ثانية. شكرا دكتور على وقتك واستضافتك لنا. جزاكم الله خير، بالعكس هذا واجب، ويشرفنا يعني أن استضفتونا في هذا البرنامج هذا. الله يسلمك. الله يسلمك.